أهلا بكم أحبائي تلاميذ الصف السابع أساسي، سوف نكمل درس الفعل المضارع المرفوع. أما هدف الدرس فهو معرفة علامات إعراب الفعل المضارع المرفوع. أما علامات رفع الفعل المضارع فهي أولاً الضمة الظاهرة، مثلاً تدمع عيناي. تدمع فعل مضارع معرب مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل هو عيناي. أحبائي، علامة رفع الفعل المضارع هنا الضمة الظاهرة لأنه فعل صحيح الآخر، أي أنه لا ينتهي بحرف علة، لذلك فإن الضمة ظاهرة على آخره. ثانيا الضمة المقدرة للتعذر، مثلا يسعى الطالب إلى النجاح. الفعل المضارع يسعى هنا ينتهي بحرف علة الألف المقصورة، لذلك فإن الضمة تكون مقدرة على آخره، أي أنها غير ظاهرة. ثالثا الضمة المقدرة للثقل، مثلا سأمشي في الطريق القويم. سأمشي الفعل هنا ينتهي بحرف علة الياء، لذلك لا نستطيع أن نضع الضمة على الياء، لا تكون ظاهرة بل تكون للثقل. وأخيرا أحبائي من علامات رفع الفعل المضارع ثبوت النون في الأفعال الخمسة، مثلا الطالبان يتحاوران. يتحاوران فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والألف ضمير متصل واقع في محل رفع فاعل. أحبائي، سوف نرى الأفعال الخمسة في الدرس القادم. أحبائي، نحن نعرف بأن الفعل المضارع يكون دائما معربا، ولكنه في حالتين فقط يكون مبنيا. أولا إذا اتصلت به نون الإناث يكون مبني على السكون، مثلا النساء يقمن بتنظيف المنزل. الفعل يقمن اتصلت به نون الإناث فأصبح مبنيا على السكون. أما من حيث الإعراب نقول يقمن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث، والنون ضمير متصل مبني على الفتح واقع في محل رفع فاعل. إذا نون الإناث تكون فاعلا حين تتصل بالفعل، وفي هذه الحالة يكون الفعل المضارع مبني عرضا على السكون. أما ثانيا فيكون الفعل المضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، مثلا والله لأدرسن دروسي. الفعل المضارع هنا أدرس اتصلت به نون التوكيد، أي النون المشددة، فأصبح مبنيا على الفتح. أدرسن الفاعل هو أنا أدرس، ولكن اتصلت به نون التوكيد فأصبح مبنية على الفتح، واللام هنا لام التوكيد، أي أنها تستخدم للتأكيد. فيكون إعراب الفعل المضارع هنا فعل مضارع مبني على الفتح عرضا لاتصاله بنون التوكيد، ونون التوكيد لا محل لها من الإعراب، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا. هكذا نكون قد تعرفنا على الحالتين اللتين يكون فيهما الفعل المضارع مبنيا وليس معربا. أولا عندما تتصل به نون الإناث يبنى على السكون، وثانيا عندما تتصل به نون التوكيد يبنى على الفتح. ملاحظة،
ينفى الفعل المضارع بلا النافية. إذا أردنا نفي الفعل المضارع ننفيه بلا، نحو هو لا يؤذي أحدا. أما من حيث الإعراب فنقول لا لا النافية. يؤذي فعل مضارع معرب مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء للثقل، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو.